وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب أحمد الدمستاني عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب. إذن استنكار واسع للمعاملة اللا إنسانية التي تعرض لها بحارة البحرين والمواطنين البحرينيين من قبل السلطات في الدوحة، بماذا تفسر هذا الاستهداف الذي عانى منه البحارة لمدة طويلة، وما السبيل لوضع حد نهائي لهذه الممارسات؟ في البداية الله يمسيكم بالخير جميع وأشكركم على هذا الاتصال. أهلا بك. الواقع يعني ما تناقلته ألسنة الصيادين لنا احنا كنواب عن السلطات القطرية حول معاملتهم داخل السجون وحتى نقلهم من وإلى السجون كانت معاملة استاءوا منها جدا. متمنين أن تلتفت السلطات القطرية التفاتة إنسانية لهذه الفئة من البشر التي تمارس حياتها أبا عن جد إن كانت في البحرين أو في قطر. بالأمس أو بالأول أمس سمعنا سيدي جلالة الملك تواصل مع الرياضي اللي تم اعتقاله في السلطات القطرية، وهذه لمسة جميلة ولطيفة جدا من سيدي جلالة الملك حول هذه يعني نقدر نقول ظاهرة. الواقع أن الصيادين البحرينيين والمياه التي يبحرون فيها هي لمصدر الرزق. نعم. وكل دولة من دول العالم اليوم موجود فيها مصدر الرزق مهم جدا لأي إنسان يتمارس أي عمل مهني، فما بالك إحنا أجدادنا وخليجنا واحد ودول مجلس التعاون دولة واحدة. استغرب من ما نقله البحارة عن تعامل السلطات القطرية في هذا الأمر، وهو مصدر رزق. كل أمل إن شاء الله أن يفرج عن ما حجزته السلطات القطرية هي القوارب والبوانيش وتعاد الحياة إلى طبيعتها بيننا وبين الشفقة في قطر. نعم سعادة النائب أحمد الدمستاني عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.